وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وصلنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. وكل شيء كائن أراده وإياكم بضده قد أمر. فالقصد غير الأمر فطر حزمرا. ها وإذا عرفت ذلك عرفنا الأقسام الأربعة. كل شيء كائن أراده وإياكم بضده قد أمر. فالقصد غير الأمر يعني الإرادة غير غير الأمر. إذا فهمت ذلك فالأقسام كام؟ أربعة. يعني أراد وأمر ده قسم، وعكسه لم يأمر ولم يرد ده قسم. وبعد كده أراد ولم يأمر وأمر ولم يرد كم قسم؟ أربعة. والأمثلة موجودة زي أراد وأمر إيمان المؤمنين، أراده الله تعالى وأمر به، فكفر المؤمنين لم يرده ولم يأمر به. إيمان الكافرين أراد أمره أمر الله به ولم يرده. إيمان الكافرين أمر الله به ولم يرده. إيه العكس بعد كده؟ أراد ولم كفر المؤمنين لم يرده تعالى ولم يأمر بسنطس. يعني إذا وقع الشيء وقع وظهر لنا هذا معناه أن الله تعالى أراده، وإن كان بضده قد أمر. يعني المعاصي تقع والقبائح والشرور والآثام فهي مرادة، يعني أرادها الله ولكنه لم يأمر بها. إن الله لا يأمر بها. إذن القصد يعني الإرادة غير غير الأمر ولا تستلزمه، كما أنه لا يستلزمها لما علمت أنهما قد يجتمعان في شيء. يعني ممكن الإرادة والأمر يجتمعان في شيء كإيمان أبي بكر، يعني كإيمان أبي بكر أو إيمان سائر المؤمنين. هنا اتحد أو اجتمع، ما نقولش اتحد، اجتمعت الإرادة مع الأمر. هذا معناه أن الله تعالى أراده، يعني أراد الإيمان من سيدنا أبي بكر أو من كل من آمن وأمر تعالى به. وقد ينفردان، يعني تنفرد الإرادة بدون الأمر أو الأمر بدون الإيه؟ بدون الإرادة. يعني يأمر الله تعالى الكفار بالإيمان ولكنه لا يريده منهم، وكذلك العكس يأمر الله تعالى يريد الله الإيمان من المؤمنين ويأمرهم به، يعني يريده ويأمرهم معه. وقد يجتمعان كما مثلنا وقد ينفردان، وذلك ليه؟ لأننا لو عرفنا معنى الأمر ومعنى الإرادة هنا تنجلي أو تتضح المعاني. الإرادة معناها صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. يعني إيه معنى ما يجوز عليه؟ يعني أنت يجوز عليك أن تكون في زمن غير هذا الزمن الذي أنت فيه، فوجدت في هذا الزمن، هذا تخصيص، يعني خصص الله بوجودك في زمن لم توجد في غيره، أو بطول أو بشكل أو بعلم أو بهيئة أو بخلق أو بذكاء أو بغنى أو بصحة إلى آخره. تمام؟ ببعض ما يجوز عليه. طب والأمر، الأمر لا يرجع للإرادة زي ما عند المعتزلة، إنما يرجع للكلام النفسي كالنهي،
فالامر والنهي يرجعان الى ايه؟ الى صفه الكلام لا الى صفه الاراده. فاطرح اي اترك المرى، والمرى يعني ايه؟ الجدال والنزاع الباطل، يعني لا تكن ايه؟ مماريا، يعني منازعا ومجادلا بالباطل. وهو الجدال والنزاع الباطل من المعتزلة الذاهبين الى انه تعالى يقع في ملكه ما لا يريد. يعني عند المعتزلة الله تعالى لا يريد الشر ولكنه يقع، لا يريد الكفر ولكنه يقع، لا يريد العسر، لا يريد المعاصي، لا يريد القبائح ولكنها تقع. فمعنى هذا انها تقع بغير إرادة الله سبحانه وتعالى وبغير خلقه وبغير إيجاده. أما التقع بإيه؟ بإرادة مين؟ بإرادة الإيه؟ فاعلها، يعني بإرادة العباد. وتقع بخلقهم. هل العباد يخلقون مع الله؟ قالوا إنه يخلق ما أقدره الله تعالى على خلقه أو على إيجاده بقدرة أو دعا الله تعالى فيه. يعني ليس يخلق خلقا ذاتيا أو خلقا إيه؟ استقلاليا عن الله منفصلا، وإنما إيه؟ بقوة أو بقدرة أو دعا الله تعالى فيه. وهذا مبني على إيه؟ مذهبهم أن الإنسان يخلق إيه؟ أفعال نفسه إيه؟ الاختيارية. يعني عندهم لا يريد تعالى الفحشاء، لا يأمر بها، وطالما لا يأمر بها مذهبهم أن الإرادة والأمر متحدان، فهو تعالى لا يريد الفحشاء، يبقى معناها لا يأمر بها، لا يأمر بها يعني لا يريدها. واحنا قلنا لا، الامر مختلف عن الارادة، احنا شرحناهم في شرح مبسط يسير انه الامر معناه طلب والارادة تخصيص، وفي حاجة ثالثة اللي هي الرضا قبوله، يعني معنى يرضى يعني يقبل، زي قوله تعالى ورضيت لكم. ما معنى رضي الاسلام؟ يعني يقبل الاسلام من عباده، ولا يرضى يعني لا يقبل دينا سواه. ومن يتبع غير الاسلام دينا، هي معنى لم يقبل يعني لم يرتضيه، لم يقبله يعني مش هيرضى منه، لا يرضى ان لا يقبل. الرضا قبول، علامه الرضا بيقولوا ايه؟ القبول. والامر طلب، يعني طلب فعل او طلب ترك الجناحين. والإرادة تخصيص، يعني تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. لكن مذهبهم هم أنه تعالى يقع في ملكه ما لا يريد، يعني جعلوا هناك مريد ثاني أو خالق ثاني أو فاعل ثاني. طبعا ده مذهب مخالف تماما لمين؟ لمذهب أهل السنة والجماعة، مخالف على طول الخط. يعني مخالفة هنا مش سهلة، مخالفة كبيرة جدا، يعني زي كأنهم ملتين مش يعني مذهبين، زي كأنهم دينين. واحد يقول ما فيش حد يفعل غيره، واحد يقول لا في فاعل ثاني، واحد يقول لا مريد إلا الله، تقول لا في لا إرادة ثاني وفي فعل ثاني وفي قدرة ثاني. فالمسألة مش إيه؟ ليست بالهينة ولا بالسهلة. وإلا لزم هو تعالى لا يأمر بالفحشاء، فلا يريد القبائح كالكفر والمعاصي، وإلا لزم أنه يأمر بها. يعني عندهم لو أراد شيئا يؤمر به عربي، إنما أمره إذا أراد شيئا، إذا أراد أن يقول له قال ما أراد يؤمر، وهو باطل. وحينئذ فهو تعالى إيه اللي هو باطل؟ قولهم باستحاب الإرادة والأمر. وحينئذ فهو تعالى لم يرد من الفاسق إلا إيمانه وطاعته، لا كفره ومعصيته. يعني ربنا أراد من الكافر ما أراد منه الكفر، إنما أراد منه الإيمان.
وأراد من الفاسق الطاعة ما أراد منه المعصية. ولكن كلام الشيخ مختلف عن كده، بيقول لك وكل شيء كائن أراده وإن يكن بضده قد أمر. ليه؟ لأننا نقرر ونسلم ونعتقد أنه لا يقع، لا يمكن، يستحيل أن يقع في الكون شيء غير مراد بالله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، يعني الله تعالى لم يشأ إيمان كل من في الأرض، ولو شاءه لوقع. فدليل وجود بعض أو غير المؤمنين دليل على أن الله تعالى شاء ذلك أو أراد ذلك، لأنه لو شاء ضده لم يقع. ولو شئنا لآتينا كل نفس يعني معناها لم نشأ أن نؤتي كل نفس هداها. فمن الناس من اهتدى ومنهم من لم يهتد. ولو شاء ربك لآمن، فمعنى وجود غير المؤمن يعني الله تعالى لم يشأ أن يجعل أهل الأرض كلهم مؤمنين، ولكنه شاء أن يجعل منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. حتى في البعض أرجع الضمير في الآية التالية وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. من شاء الجمهور أو كل الأغلب فسنة مين اللي شاء؟ يعني من شاء يعني العبد، من شاء منكم يعني أن يكون مؤمنا فليؤمن. لكن البعض قال من شاء الله إيمانه يؤمن ومن شاء الله كفره يكفر. من شاء الله يعني جعل الضمير يعود إلى الله تعالى. قل الحق من ربكم فمن شاء يعني ربكم أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر. وحتى لو رجعتها إلى العبد أيضا لا تعارض، لأن مشيئة العبد نثبت مقيدة من مشيئة الله وما تشاءون إلا يبقى سواء قلنا شاء العبد أو شاء الله ما فيش اختلاف، لأن مشيئة العبد ليست مستقلة وإنما مقيدة بمشيئة مين؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن في شبهة عند المعتزلة، قالوا طبعا كيف نقول على الحق سبحانه وتعالى أنه يريد القبيح؟ قالوا إرادة القبيح قبيحة كخلقه، يعني فعل القبيح قبيح. شنو؟ من هو القبيح؟ الذي يفعل القبائح. قالوا كذلك إذا كان اللي يفعل القبيح قبيح يبقى فعل القبيح زي خلق القبيح زي إرادة القبيح، الثلاثة جعلوهم واحد. ومعلوم أنه تعالى منزه عن القبائح والنقائص والشرور والآثام. فعندهم أكثر ما يقع من أفعال العباد ليس بإرادة الله ولا بخلقه وإيجاده. ولو قالوا أنه يعني العبد له إرادة منفصلة أو مستقلة أو له قدرة تامة لكفروا أيضا، ولكنه أرجع ذلك إرادة جزئية، والقدرة أيضا راجع إلى وهكذا. وإنما هو بمراد العبد وإيجاده وهو شنيع، يعني هذا الذي فهموه فيه شناعة. ونحن هذا شغل هذا، ونحن نمنع اتحاد الأمر والإرادة، يعني احنا نمنع ان الامر والارادة واحد، ولكن نقول ان الامر ان الامر طلب والارادة تخصيص والرضا قبول. اذا الامر غير الارادة بدليل هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امر الله به كان ولا قال ما شاء الله؟ يبقى هناك كثير مما امر الله تعالى به لم يقع. الله تعالى أرسل رسوله وخاطب الناس جميعا بالإيمان، فهل آمن الناس كلهم؟ لا. أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وحوالي نصف أو ثلاثة أرباع المسلمين بالمسلمين بالإثم فقط ولا يصلون. أمر الله بإيتاء الزكاة والناس لا يزكون، ونهى الله تعالى عن شرب الخمر وكثير من معناها هنا هناك أوامر ومع ذلك لا تقع، وهناك نواهٍ وتقع.
لكن ما أراده الله تعالى لا محالة كائن. يبقى معنى كده الإرادة غير الايه؟ غير الأمر. يبقى نحن نمنع اتحاد الإرادة والأمر بدليل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. شوف كده الحديث صحيح وفي أصح الكتب في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طب لما قال المعتزلة انه إرادة القبيح، يعني لو كان الله تعالى يريد القبائح او يريد الكفر او الشرور او الآثام فهذا قبح والله تعالى منزه عن ذلك، فنقول لهم القبيح انما هو كسب اكتساب القبائح، لا خلق القبائح ولا إرادتها. يعني الله تعالى يخلقها ويريدها ولكنه لا يسمى مكتسبا لها، فالاكتساب والفعل انما هو من صفة العبد لا من صفة الرب سبحانه وتعالى. واضح الكلام ولا مش واضح؟ يعني خلق الكفر ليس بقبيح. ليه؟ لأن الله تعالى إله له قدرة تامة، لا بد أن يخلق الشيء وضده حتى تكون قدرته تامة، ولا يكون هذا نقص أو عيب، إنما يدل على كمال وتمام القدرة. أنه تعالى يقول في كتابه العزيز: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، أما من بخل واستغنى فسنيسره للعسرى، فكل ميسر لما خلق له. فالمؤمن ميسر للطاعة وغير ميسر للإيه؟ للمعصية. الراق اللي هي الشيخ وسام ده شيء جميل. فين راح؟ قال والله أنا ما عندي شوارع. بس يجيبها قبل الاحد عشان احنا هنروح الاحد نوديها. ماشي بس الربيع اللي هو مكتب الصلاح زيدان هو جاب نفسه ربيع جاب نفسه بيقول ما عندهم الثلاث مش لحد لحد نسلم بها عشان يكتبوها على الكمبيوتر. ده لحد الثلاث هيتعرض فهم كده خلاص. يعني دي دلوقتي انا اسلمها للشيخ اسامة يجيبها لنا يوم السبت عشان احنا نوديها لاحد الثلاث وهيكتبوها بعد كده ويعرضوها. طيب كويس ماشي تمام التوفيق. راح الشقة ماشي وصورة على الكمبيوتر اكيد استناك. تعال بس نشوفه ماشي كونه خالق للأشياء ده كمال القدرة. يعني كيف يخلق الهدى والضلال الحياة والموت النور والظلمات الكفر والإيمان. ولو كان مثلا خالق للإيمان فقط يبقى معناها غير قادر على خلق الايه؟ الكفر. قد هذا نقص. يبقى لازم يخلق الشيء وايه؟ وضده حتى يكون كامل القدرة معه. لأنه إله واحد مش اثنين زي المجوس ما قالوا ايه؟ إله للخير وإله للشر. وبعد كده إله للنور إنما هو الخالق. النور هو اللي خالق الايه؟ الظلمات. الذي خلق الايه؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هم ظنوا ايه؟ وموضوع انه خلق القدرة خلق الكفر قبيح. لا، القبيح هو اكتساب الكفر او التلبس به. ليه؟ لان الله تعالى لا بد ان يخلق او يوجد الكفر. ليه؟ لانه خلق جهنم. ولكن حق القول مني ايه؟ لان جهنم من الجنة وايه والناس اجمعين. وقال تعالى في اخر سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة
ها؟ ولا يزالون مختلفين إلا ولذلك خلقهم. فلازم يمهد لهم قل من كان في الضلالة فليمدد له 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 الرحمن مد. أما المجوس اعتقدوا أنه إلهين، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلام، ولم يفهموا أن الشر ده مثلي، يعني معناها اللقمة دي للصديق إن أردت التأديب فهي إيه؟ خير، وإن أردت الإباء فهي شر. فالأمر الواحد قد يكتسب صفتين مختلفتين بحسب الإيه؟ القصد والإرادة والنية. فالشر ده مفيش حاجة اسمها شر مطلق، نسبي نسبي، يعني ما يكون شر بالنسبة ليك ممكن يكون خير بالنسبة ليه لغيرك، مصائب قوم عند قوم صوائب. فلم يفهموا ايه ذلك، يعني الامور نسبية، يعني مثلا في امر شر ليه لانه حرام، افرض انقلبت المسألة وامر الله تعالى به يبقى ايه، يبقى خير كده. إذا قد يكون الشيء الواحد خيرا وشرا باعتبارين مختلفين، إذا أمر الله تعالى به يكون شر، إذا نهى عنه يكون. فبه الزواج والزنا، إيه الفرق؟ ما هو ده نفس الموضوع، ده هو ده، لكن هذا أمر الله به وهذا نهى عنه. ده علاقة رجل بامرأة، ونفس اللي بيعمل الزوج بيعمل الزاني، لكن ده بعقد واثنين شهود ومهر والثاني ايه بطريق غير مشروع، لكن الفعل واحد ولا مش واحد؟ واحد. انا في رغيفه، لو انت اشتريته مثلا ودفعت ثمنه يبقى ده حلال، هو نفس لو سرقته يبقى ايه حرام. يبقى ما فيش حاجه مثلا حاجه من السمك يا نازل كان مكتوب يعني، يعني المال المبلغ الفلوس اللي معنا الجنيهات ان اخذتها من الغير هو نفسه مكتوب عليه جنيه واحد مصري او البنك المركزي هو نفسه يصير حرام ويصير حلال باعتبار التعامل. ان كان ماخوذ من شركه يبقى حرام، ان كان ماخوذ مثلا من عمل او من شيء يبقى ايه يبقى حلال. فلا يوصف الشيء الواحد بانه ما فيش حاجه حرام كده على طول، ولا حلال ولا في خير ولا ايه بحسب ايه النسبة. فلم يفهم هذا المجوس فجعل ايه الهين، يبقى بالقبيح انما هو كسب القبائح والاتصاف بها لا خلقها وارادتها. طب ليه؟ لاننا نقول ان الفاجر او الفاسق الذي يفعل القبائح مذهبنا ايه انما هو مكتسب لها وليس خالق لها، لان الخلق سواء كان خير او شر انما هو المين لله سبحانه وتعالى. ان جاء القبيح انما هو كسب القبائح والاتصاف بها لا خلقها وارادتها. لانه هل عندنا العبد هو الذي يخلق؟ ها؟ هل هو الذي يريدها؟ انما اذا تعلقت ارادته بها ها؟ او اذا اراد ان يفعلها خلقها الله تعالى عند اقتران القدرة الحادثة، ولأجل هذا لا يسمى خالق لها وانما يسمى مكتسب لها. اذا معنى انه تعالى خالق لها ومريد لها ليس معنى هذا ايه نقص او عيب، انما هو يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وارادته انه يخلق الاشياء وضدها شيء وايه قبل. وبالجملة ما ذهبوا اليه يعني مذهب المعتزلة فيما قالوه باتحاد ايه الامر مع الإرادة يشهد بفساده العقل والنقل، فقد علمت من قولنا وكل شيء كائن أراده منطوقا ومفهوما أربعا أقساما. يعني كم قسم عندك هنا؟ كم قسم أربع أرسوم؟
أشارتم لا أمر وأراد أيوه. الذي أمر ولم يرد وأمر ولم يرد وأراد أمر وأراد واحدة عكسه لم يأمر ولم يرد كده أراد ولم يأمر وأمر ولم يرد أربع أقدام. هذا عطف بيان لأربع في الكائنات جمع كائنة أي ذات كائنة. القسم الأول مأمور به ومراد، يعني القسم الأول اللي هو إيه؟ اتحدت أو اجتمعت فيه الإرادة مع الأمر كإيمان أبي بكر أو كإيمان سائر المؤمنين. الثاني عكسه كالكفر منه، يعني كفر المؤمنين او كفر ابي بكر لا مأمور به ولا ايه ولا مراد. الثالث مأمور غير مراد كالإيمان من ابي جهل، ألم يأمره الله تعالى بالإيمان؟ وكذلك ايه ابو لهب امره الله تعالى بالإيمان، وذلك دي جابوها مثال للتكليف بإيه؟ بالمحال، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يؤمن، فلو آمن لاجتمع فيه أنه يؤمن ولا يؤمن في وقت واحد، وهذا إيه؟ وهذا تناقض، وللزمه التصديق الإيمان بأنه لا يؤمن، وهذا عين إيه؟ ولكان أبو لهب مكلف بالكفر، لكان الإيمان منه هو عين الكفر، يعني يؤمن بأنه لا يؤمن. لأن الله تعالى قال إيه فيصلى نارا ذات لهب. والمسألة اللي تكلمنا فيها فاكرين بإيه لما تكلمنا عن الإيه عن الواجب والجائز والمستحيل الأول زمان. يبدأ الثاني عكسه. الثالث مأمور غير مراد زي إيه الإيمان من إيه من أبي جهل. الرابع عكسه، يعني عكسه يعني مراد غير مأمور زي الكفر من مين من أبي جهل. هو مراد ولكنه غير إيه. ليه قد نقول مراد ولكنه غير مأمور؟ لأنه لو لم يكن مرادا لما وقع، لأنه لا يقع شيء لا كفر ولا إيمان ولا ضلال ولا هدى ولا حركة ولا سكون ولا تنفس إلا بإرادته تعالى، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد أو إلا ما أراد. فاحفظ هذا المقام فإنه قد زل فيه أقدام المعتزلة، ومعرفته واعتقاده على الوجه المتقدم هو مذهب مين؟ أهل السنة من سلف الأمة وخلفهم. وخامس صفات المعاني إيه؟ كلامه تعالى. يعني هندخل الآن في صفة إيه؟ في صفة الكلام. وذلك سمي علم الكلام لأن الكلام طال كثيرا وكثر الجدال والنزاع بين السلف والخلف والمعتزلة وأهل السنة، وما زال إلى الآن المعركة حول هذه الصفة إيه؟ طويلة إيه؟ جدا. كلامه إيه؟ تعالى، وهو صفة، نأخذ التعريف له، صفة إيه؟ أزلية. إحنا هنأخذ بس إيه صفة الكلام، وبعدين هنتوقف إن شاء الله عن الدروس إلى بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى، يعني بعد يعني في نصف شوال كده نبدأ، أو بعد عشر من شوال. ممكن المهم بس نخلص صفة الكلام، مش هنخلصها النهاردة، احنا لسه هنتكلم فيها، مش هنستطيع ان ننتهي منها. المهم بعد ما نخلص صفة الكلام هنتوقف بعد رمضان ان شاء الله. كلامه تعالى صفة أزلية، خد بالك منها، نفسية ليست بحرف ولا إيه ولا صوت، تدل على جميع المعلومات لإيه الواجبات والجائزات والمتكلمون عن إيه كلام العلم يتعلق بجميع أصول الإسلام. كلام الثاني تعلق بسائر الأقسام، يعني الواجبات والجائزات والمستحيلات. خلاص كده احفظها كده. نعم.
ها هي الاحكام العقليه الثلاثه تعلقت صفه وعندك العلم والكلام متعلقين بسائر الايه بسائر الاقسام. هنا الكلام هي معنى ايه الاول نتكلم يعني لا خلاف ما فيش خلاف بين اهل المذاهب مش المذاهب فقط يعني مش مذهبنا الاشعري او المعتزله او حتى المجسمه والمشبهه يعني الفرق الاسلاميه ولا حتى الملل اليهوديه والنصرانيه والمجوس لا خلاف بين ارباب المذاهب والملل في كون الباري تعالى متكلما يعني ما في احد من العقلاء لا من المجوس ولا من الكفار وصف الحق سبحانه وتعالى بضد صفة الكلام يعني الإجماع من أهل المذاهب وأهل الملل على إيه ها؟ على أنه تعالى متكلم. أما للخلاف عشان إيه قلنا كده يعني إجماع كلهم أجمعوا على وصفه تعالى بالكلام يعني حتى اليهود نصارى المجوس الذين اشركوا المعتزلة الشيعة اهل السنة المجسمة كل ما فيش حد هم الخلاف الكرامية لكن الخلاف في معنى كونه تعالى متكلما في معنى كلامه او ده الخلاف جاء الاجماع على انه متكلم لما تيجي تقول لاهل السنة هي معنى كونه تعالى متكلما فيقولون لك ان الكلام صفة ازلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت ده تعرف اهل السنة وتعرف صعب جدا لما ما فيش حرف وما فيش صوت اما كيف يكون كلاما هذا حاجة كمان يعني حيرة. المهم افهمها كده الاول بس اعرف التعريف لكن ما تفهموش خليك كده عارف ان التعريف عندهم كده كلامه تعالى صفة ايه وكلمة صفة ازلية يعني كلامه ملوش بداية ملوش افتتاح يعني ملوش اول يعني انت اول ما تبدأ تقول فلان بدأ يتكلم يعني قبل كده لم يكن ايه ولم يقولوا ان لله تعالى صفة اسمها السكوت يعني لما ما يتكلمش يسكت او في آفة او كذا كلامه اجل يعني معناها ملوش افتتاح ملوش اولية ودي كمان مش هتفهمها بعقلك ابدا لانه اي كلام لازم نقول بدأ به بحرف ايه ليس له اهلا اسلام المسلمين الحمد لله قلنا لا يوجد اختلاف بين اهل المذاهب والملل والنحل واليهود والنصارى وكله على انه تعالى متكلم يعني ما فيش طائفة ولا كفار ولا حتى اكبر الكفار وصف الله تعالى بضد صفة الكلام يعني الخرس مثلا او العي او السكوت ما فيش ولكن الخلاف بين المذاهب والفرق والملل والنحل بايه في معنى كونه تعالى متكلما او في معنى كلامه. طب هناخد تعريف اهل السنة قالوا ايه متكلم قالوا متكلم يعني كلام صفة وازلية عملاش اول يعني لم يزل تعالى متكلما خلاص صفة ازلية قائمة بذاته ليست بحرف لما اول ما تسمع حروف يعني معناها في ترتيب يعني في باء بسم الله الباء قبل السين سين قبل طالما في تقديم وفي تاخير يبقى ده ايه حادث تمام كده ليست بحرف ولا صوت ليه ما قدموش قبلها صوت ولا حرف قال لك لانه ممكن يكون صوت ومش حرف في اصوات لكن مش حروف لكن طالما حرف يبقى في صوت إذا كان حرف حيلزم أن يكون صوتا لكن إذا كان صوتا لا يلزم لأنه هل كل الأصوات حروف واحد بلغ صوت كده صوت بلغ صوت عشان ثاني الحرف إنما الحرف ده اللي هو بنعرفه اللي هو في الهواء متموج يتصادم بتصادم جسمين
في ايه حالتين، حالة اسمها ايه القرع والثانية اسمها القلع. من هنا ينتج او يحدث الحرف، يعني كيفية كده تحدث بتموج الهواء في الايه في الفم وتصادم جسمين، لانه لو كان يعني لا يمكن يخرج الحروف تخرج من افواهنا الا بالهواء المتموج. احط كده يدك على فمك لا يخرج الحرف ابدا، هات كده كوب وضع واتكلم فيه ما تسمعش، لابد يكون في هواء، ولولا الهواء المنتشر لا يمكن تسمع الصوت ابدا. فاذا الهواء كده خرج بدون تموج يعني دون ان يصطدم لا يمكن يخرج الصوت ابدا كده. اذا اصطدم الهواء ده يحدث الايه الصوت. كيف يحدث؟ قالوا بايه؟ بعمليتين، عمليه القرع والقلع. هذا القرع زي كانك بتقرع الباب ثم ايه تقلع. انما اهل السنه قالوا لا، قالوا يحدث هذا عند التموج، يخلق الله تعالى الاصوات والحروف لا تاثير لقرع ولا لقلع، انما دي اسباب اجراها الله تعالى عندها يحدث لا بها حتى لا يكون هناك واصب او شيء. يبقى ده ايه تعريف صفه الكلام بالنسبه لنا. انما وكمان لها بدايه عندما تموج الهواء ويصطدم ينتج الباء تنتج السين، وفي مخارج في لهوات في اضراس في تقديم في وفي صفات للحروف. كل هذا يتنزه الحق سبحانه هو كلام، ولكن عشان تفهم كلامه تعالى يا لو واحد سال مثلا كيف سمع موسى كلام الله؟ ما فيش لا نستطيع الإجابة أبدا إلا أن نسمعه كما سمع موسى، هذا مستحيل. مش هنعرف، لازم نسمعه زي لو احنا نسمعه. بني إسرائيل لما قالوا تعالى نروح معك أخذتهم الصاعقة، هتاخذ صاعقة ومش هيعرف برضه كيف كيفية، كأنه طلب أن يعرف كيفية ما لا كيفية له. كأنه طلب يعرف كيفية ما لا كيفية، وهذا مستحيل. ده كلام مين؟ أهل السنة والجماعة. الكرامي احنا الأول قلنا ما فيش اختلاف في إثبات صفة الكلام في كونه تعالى متكلم. أمال الاختلاف في إيه؟ في معنى الكلام، في تعريف الكلام. أهل السنة قالوا التعريف ده ومش هنفهمه، لازم تؤمن به كده وتصدق وتسلم انه عجب. الكرامية قالوا كلامه قدرته تعالى على التكلم، وهي صفة قديمة. يبقى شوف تعريف الكرامية، مش الكلام عندهم صفة أزلية وقائمة بذات الله تعالى، ولكن الكلام عندهم معناه قدرته تعالى على التكلم، ومع ذلك قالوا انها صفه ايه قديمه. قالوا حادث المعتزله خلاص. قدرته تعالى على التكلم وهي صفه ايه قديمه، وهي صفه قديمه. الحشويه او الحشويه، وطبعا دول ايه طائفه شاذه من المتاخرين منسوبين الى الحنابلة، كانوا يجلسون في حشى الحلقة، فسموا يعني الذين يأخذون بالظواهر النصوص. طائفة سمت انفسها بالحنابلة، قالوا كلامه تعالى هو الاصوات، يعني متكلم بصوت وحرف في توالي، يعني حرف بعد حرف في ترتيب، ومع ذلك قالوا انها ايه قديمة، يعني الحروف والايه والاصوات. وقالت المعتزله طب الفرق ايه بالحشويه والكراميه؟ نعم الفرق ايه بالحشويه والكراميه؟ الكراميه ما قالوش بالحروف، قال الحروف والحاجات دي حادثه، لكن الصفه عندهم ايه قديم، اللي هي قدرتهم على الكلام. انما اللي صرح بالصوت والحرف اللي هم مين؟ الحشويه. ده هو اشار ان الكراميه شر لا على لسه حياتي وغنيها. المهم الان نعرف التنوع الموجود في الفرق اللي هي منسوبه الى الاسلام. عرفنا اهل السنه قالوا ايه؟
وبعض منهم الكرامية قالوا كلامه يعني قدرته تعالى على التكلم وهي صفة قديمة. أما الحاشوية قالوا إن كلامه تعالى هو الأصوات والحروف المتوالية المتعاقبة المترتبة وقالوا إنها قديمة. وقالت المعتزلة كلامه تعالى هو الحروف والأصوات وهي حادثة وغير قائمة بذاته. ده كلام مين؟ كلام المعتزلة. فمعنى كونه تعالى متكلما عند المعتزلة يعني خالق الكلام في بعض الأجسام لا أنه قائم به الكلام. يعني إذا أراد الله أن يكلم أحدا خلق الكلام مثلا في الشجرة فنادت وخاطبت سيدنا موسى عليه السلام بقدرة جعلها الله تحادثه وتخاطبه، فالمتكلم حقيقة هي الشجرة كده، ولكن الله تعالى خلق فيها الكلام. هذا تعريف صفة الكلام عند المعتزلة وهي صفة حادثة لأنها غير قائمة بذاته تعالى. هذا والحق ما قاله أهل السنة والجماعة من أنه صفة أزلية قائمة بذاته تعالى ليست بحرف. ومعنى كلمة ليست بحرف ولا صوت هذا تفسير لكلمة نفسية، ليست بحرف ولا صوت ده يعتبر تفسير لكلمة نفسية يعني قائمة بالنفس أي بالذات لا التي لها ثبوت في نفسها، يعني نفسية يعني قائمة به يعني زي كلمة ذاتية. واضح؟ لا. أو معنى كلمة ليست بحرف ولا بصوت تدل على على جميع المعلومات. إذا الآن فهمنا أن تعريف صفة الكلام الآن عند أهل السنة والجماعة وعند الأشاعرة أنها صفة أزلية قائمة بالنفس يعني بالذات المقدسة، وهي صفة وجودية مش صفة عدمية مش سلبية لأنها من صفات المعاني، ولكنها منزهة عن عن الأصوات والحروف. طيب ايه الفرق بين الحرف والصوت؟ الحروف اخص من من الاصوات. اذا كلمت اذا كل حرف وليس العكس، ممكن يكون هناك صوت وليس حرفا لكنه اذا كان حرف يلزم ان يكون معه الصوت. يبقى الحرف أخص من الصوت والتبعيد والتقديم والتأكير، يعني الحرف فيه في أبعاد بعض الحروف وفي تقديم وفي تأكير. يعني عندما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم تقدم السين على الباء ولا الباء على السين؟ وما يعتري كلام البشر، احنا كلامنا في اعراب، اعرب مثلا اذا جاء نصر الله والفتح او اعرب مثلا خرج محمد، في اعراب نقول هذا الكلام معرب وفيه بناء وفيه لحن يعني خطا، وكلامنا فيه تعاقب في الوجود الفارغ حيث انها في هذا الوجود لا تعد الصوره العلميه للكلمات التي اقتضتها ذات الواجب. إذا كلامه تعالى منزه عما يعتري كلام البشر من إعراب وبناء ولحن وتعاقب في الوجود، إذ هذه الصفة أزلية. وطالما أزلية إذا لا يوجد فيها ما يوجد في صفات الحوادث. ومعنى أزلية يعني لما نقول لا أول لا، إذا كلام نحن إذا كان بصوت بمجرد ما ينتهي الصوت ماذا يحدث؟ ينعدم كلامنا. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ثم انتهت انعدمت كده عرف. إنما بالنسبة لكلام الله تعالى لا يقبل العدم، ما يقبلش العدم زي كلام مين؟ كلام البشر.
ولا ما في معنى العدم مثل السكوت النفسي، يعني هي صفة نفسية قائمة بذات الله تعالى. لما انت تتكلم جملة تعمل ايه؟ تسكت كده وتأخذ نفس تستريح، والهواء يأخذ عملية تبريد في الصدر، وراحة نفسية وراحة معنوية ايضا وراحة ذهنية، في جنات وفي بديع وفي طباق، ثم تأتي بجملة ايه اخرى جديدة. البعض ترى بين الجملتين ايه سكوت. الله تعالى منزه عن ذلك، لانه الازل ما يتخللوش عدم ولا ايه ولا انقطاع. ثم انت تدبر في نفسك كلاما، يعني تدبر الكلام في نفسك مع القدرة عليه، ثم تحول من كلام نفسي الى كلام ايه لفظي، لان السكوت عدم مقيد، اذ هو ترك الكلام مع القدرة عليه. ايضا الله تعالى منزه عن هذا المعنى، ومنزه عن الآفة الباطنية المانعة من الكلام النفسي، كما في حال الخرج والطفولية اللذين يمنعان من الكلام. الطفل هو صغير يقال انه متكلم، يعني عنده الأهلية وسيكون بالقوة، لكنه في حال الطفولة والسن الصغير لا يسمى ايه متكلما. هل عنده آفة؟ هل عنده إلا إنما لسه لم يكتمل نموه إيه بعد. وكما لا يشبه وجود الله تعالى ولا صفاته وجود المخلوقين ولا صفاتهم، لا يشبه كلامه كلامهم بحال من الأحوال. إحنا قلنا بأنه تعالى موجود، هل وجوده يشبه وجود المخلوقين؟ كذلك فذاته وصفاته ومنها كلامه لا يشبه مين؟ صفات المخلوقين. ومن ظن المشابهة بين كلام الله تعالى وبين كلام خلقه فقد دخل في باب من أبواب الشرك. فكيف نفهم كلام الله؟ الإجابة استحالة، لأننا محجوب عنا فهم كن الذات وإيه والصفات. فالله تعالى لا يحاط بذاته ولا بصفاته، قال تعالى ولا يحيطون به إيه؟ به علما. كما حجب عنا كنه الذات والصفات حجب عنا كنه كلامه، وأن لنا أن ندرك هذا. كيف نفهم مثلا حديث مثلا شيء يعني مثال، كيف نفهم كنه كلام الله تعالى مع أننا نجهل يقينا وحقيقة كلام الجوارح التي حدثنا عنها القرآن الكريم؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. بالله كيف تتكلم اليد وتنطق وليس لها لسان وأنت تؤمن بذلك قطعا، لكن لا تعرف الكيفية؟ نختم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا في آية سورة فصلت، وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا؟ قالوا إيه؟ أنطقنا الله. طب بالله عليك لو سألتك عن كيفية كلام أيديهم وعن كلام الجبال وعن كلام السماوات والأرض، قال لها والأرض ائتيا طوعا إيه؟ قالت أتينا طائعين. إذا كنت تعجز عن هذا مخلوق وتعجز عن الكيفية التي تكلمت بها السماوات والأرض، فكيف تفهم كلام رب العالمين سبحانه؟ كيف تفهم يعني كيفية كلامه سبحانه وتعالى؟ هل ده يمكن؟ وأنت تقر بأن يوم القيامة هتتكلم إيه؟ الأيدي والأرض، وحتسكت إيه؟ الأفواه. ولو كذب بأن الجلود تتكلم والأيدي تتكلم لكان إيه؟ لكان كافرا. والغريب أنه لم يسأل عن الكيفية، يعني ما دار في باله ولا في مجلس من الدروس أو سأل أحد الناس سواء كان من السلفية أو من الخلفية وقال له قل لي كيف تتكلم الأيدي والأرجل، ما دار بباله هذا السؤال. ولكن للأسف يدور بباله
ما يقع في تشبيه الله سبحانه وتعالى. طيب ألا تؤمن بأنه وضع الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم فسمع له تسبيح وسمعه الصحابة؟ ألم يثبت ذلك في السنة؟ هل سأل أحد عن كيفية كلام الحصى؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في صحيح البخاري قال قبل الرسالة كنت أمر بمكة فكان لا يستقبلني حجر ولا شجر إلا وسلم علي بالرسالة السلام عليك يا رسول الله. وده موجود في السنة في الصحيح ونؤمن به. ورسول قال إني أعلم ذلك الحجر. ومع ذلك ما واحد سأل حتى من الكفار كيف كان يكلم الحجر النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الشيطان اثنين. نعم كلام الشيطان. ما هو الشيطان زينا ليه لسان وليه ودن وليه واسمع. الشيطان ما ليه له مخلوق زينا من حدش هيستغرب على الشيطان. الشيطان لا بيكلم. هو يقصد تكلم الشيطان نفسه الوسوسة الذي يوسوس في صدور الناس. ما هو هذا زي بكلام وما حد سمع مثلا وهي وسوسة في النفس. يبقى احنا نجهل هذه الاشياء وهي ايه منسوبة الى مين؟ الى مخلوقات امثالنا وثابتة في السنة. وكل هذا دون فم. ما في فم للحجر الاسود ينبعث منه صوت. وليس لاحد بعد معرفة ما يجب لله تعالى ان يخوض في كنه ما يجب ولا في كيفيته. فاذا زي ما قلنا لكم لا نستطيع ان نسأل عن كيفية سماع الكلام من سيدنا موسى سمع كلام الله سبحانه وتعالى. لا نستطيع ولا يمكن التمثيل ولا الكيفية لان هذا مما لا يحيط به علم احد. وهذا من خصائص سيدنا موسى عليه السلام لان الله تعالى اكد الآية الكريمة بالمصدر. في اللغة العربية لما يجي التأكيد بالمصدر ده ينفي ايه وقوع المجاز حتى لا يقول احد انه ده من انواع المجاز. جاء التأكيد وكلم الله موسى تكليما عشان ممكن واحد يقول ده مجاز يعني كلمه ولكنه في الحقيقة ما كلم قالها او يعني اولها او يجعلها ايه ليس كلاما حقيقيا. ولكن جاء التأكيد بالمصدر عشان ينفي ايه وقوع المجاز. فنحن لا نستطيع ولا نقدر على تشبيه ذلك بشيء لان المسموعات المألوفة لنا اصوات. هل احد سمع شيء غير صوت؟ ها ما دامت حاجة سمعتها يبقى صوت. فالمسموع لنا اصوات الشيء. وكلام الله ليس بحرف ولا صوت. فمش من مألوف كلامنا فلا يمكن التمثيل. ولا عهد لنا بسماع غير الصوت. لكن لو كشف عنا الحجاب لسمعنا الكلام النفسي الصفة النفسية مع انها ليست بصوت. لكن كيف نسمعها وهي ليست بصوت؟ قال لك ما هنا ما فيش كيفية. الكيفية بالنسبة لإيه؟ للحوادث والمخلوقات. ولا دليل على إثبات الصوت لكلام الله تعالى والحرف. يعني لا يوجد دليل في القرآن الكريم ولا في السنة إسناد الصوت أو الحرف إلى الله سبحانه وتعالى. ما فيش. هل جاء أن الله تعالى كلمه بصوت أو بحرف أو بلغة؟ وكلم الله موسى تكليما. ولكنه كما ترى ذاته. يعني بعض الناس يقول لك طيب كيف برضه يرجع الى السؤال بكيف. كيف يقول كلاما وكيف يسمعه موسى او غيره او نسمعه ان شاء الله في الاخره وهو ليس بصوت؟ فكيف يسمع ما ليس بصوت؟ نقول لهم هل ترى ذات الحق سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم. وجوه يومئذ ايه كما ترى ذاته تعالى رؤيا تخالف رؤية الأجسام والأعراض كلها ولا تشبيه ولا كيفية ولا مشابهة كذلك يسمع كلامه تعالى.
سماعا مخالف الحروف والاصوات ولا يشبهها. ليس الكلام على الرؤية تسلم. الرؤية بلك ثابتة مع انه ما فيش شعاع وما فيش جهة وما فيش جسم. فكذلك الكلام ثابت وما فيش صوت وما فيش حرف. اذا كان دي لو قلت لابد من الجسم والجهة يبقى هنقول في الكلام لابد من الصوت والحرف. فكما نفينا هنا اللوازم والجهة والجسم والمواجهة والشعاع وغير ذلك والتحديد، كذلك نثبت الكلام وننفي ما نفيناه بالنسبة للرؤية. يبقى إذن يسمع كلامه تعالى سماعا يخالف الحروف والأصوات ولا يشبهها، إذ كلامه صفة ليس كمثلها شيء كذاته سبحانه وتعالى. وذلك الإمام النووي بيقول إيه؟ والكلام صفة ثابتة لله تعالى لا يشبه كلام غيره. لو عرف لو كان في حرف صوت يبقى إيه؟ لم ننفي المشابهة ولكن إيه؟ أثبتنا. إذن إحنا بنقول لا يشبه كلام غيره. فإذا قلنا بالحرف والصوت فقد أثبتنا المثلية، مع أن الله تعالى نفاها صراحة ليس كمثل شيء. وهنا لما قال ليس كمثل لا يقصد الذات، وإنما يقصد الذات والصفات، فالذات ليس لها مثل والصفات أيضا ليس لها مثل. فبان أن السؤال عن الكيفية يعني عن كيفية سماع كلام الله تعالى جوابه محال. ليه؟ لأنه سؤال عن كيفية ما ليس له كيفية. إن الله تعالى وصف نفسه بالكلام في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، أولها وأشهرها إيه؟ وكلم الله موسى إيه؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم إيه، وقال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لنفذ البحر. عارف آية تاني قال لو مش لو بحر واحد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت. لماذا لا تنفذ؟ هو أي حقيقة البحار المحيطات دي حبر مداد، والأشجار أقلام، ومع ذلك مش هتخلص الكلمات ولو جئنا بمثله مثلا. لماذا؟ لأنه الكلام صفة أزلية، والأزل لا بداية ولا نهاية، مش محصور، ليس محصورا. عارف لو كان متناهيا لنفذ بحر اثنين ثلاثة يخلق، إنما هذا ليس بمحصور، لأن المحصور ما له بداية وما له إيه؟ وما له نهاية. طب ما الواحد يقول لك كيف كلام ربنا مش محصور والقرآن هو اللي أول؟ ومين قال لك أن القرآن إيه كلام الله كله؟ هذا بعض إيه كلامه وليس كل إيه كلام الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى الكلام منسوب إلى الله تعالى في القرآن، ومنسوب في حاجة ثانية اللي هي القول. وإذ قلنا يعني ينسب الله تعالى إلى ذاته أو إلى نفسه الكلام، وينسب القول أيضا. قلنا اهبطوا منها إيه؟ جميعا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وقلنا يا آدم، وهناك أدلة كثيرة على تكريم الله تعالى لأهل الجنة في الآخرة وعدم تكريمه لأهل النار. في آية إن الذين إيه؟ يشكرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله، دل على ولا ينظر إليهم، دل على أن هناك من يكلمهم الله تعالى من المؤمنين ومن ينظر إليهم.
وقوله تعالى لأهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم، وقوله بالنسبة لأهل النار أو الذين اشتروا بعهد الله لا يكلمهم الله. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عقد بابا في كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق عدة أحاديث. أفتراه سبحانه وتعالى متكلما في الآخرة غير متكلم في الدنيا؟ إذا كان ثبت الكلام في الآخرة مع أهل الجنة ومع فكيف لا يكون متكلما في الدنيا؟ يبقى إذن الكلام صفة ثابتة دائمة، مش في الآخرة ولا في الدنيا، صفة وطالما قلنا أزلية يعني لا يتأتى أنه تعالى غير متكلم في أي حال من الأحوال، يبقى متكلم كده صفة دائمة لا يعتريها سكوت ولا آفة ولا فيها تقديم ولا فيها تأخير ولا فيها نقصان ولا فيها زيادة. وقال سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس متكلما بكلام الله وإنما هو مبلغ كلام مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى، بدليل أننا نفرق فنقول هذا كلام الله. وعارف القرآن يقول لك إيه؟ شوف الغريب لفظه ومعناه أهدي حتعملنا إشكال بعدين. احنا لسه بنقول كلام ربنا ما فيهوش لفظ وما فيهوش حرف وما فيهوش صوت، ولما نيجي نعرف القرآن نقول لفظه ومعناه من عند الله. افهم جيدا كلمة إسناد اللفظ هنا أنه من عند الله ليس معناه أنه لفظ الله. يعني ما فيش لفظ يتلفظ به الحق سبحانه وتعالى، ولكن هذا اللفظ الذي نزل به القرآن ليس لمخلوق فيه دخل. لكن مش معنى هذا انه اللفظ صفة انه تلفظ به سبحانه وتعالى. هيأتي حل هذه الكلمات بعدين. فقال يا قوم لما تؤذونني ان ابلغ كلام ربي؟ المقصود بكلام الله هنا القرآن الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني هنا كلمة الله يعني ايه الكلمة هنا؟ الدين. مش وجعل كلمة الذين وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وهنا في الآية هنا في سر غريب يعني لما تيجي جعل بيتنصب مفعوله جعل كلمة الذين كفروا السفلى، لكن لما جاء في الثانية جاء بعد الرفع على الاستئناف ما جعلهاش في العطف. ليه؟ لأنها لو قال وجعل كلمة الله إذا لم تكن عليا وإنما كانت سفلى فجعلها عليا تحولت، ولكنها هي عليا أزلا وأبدا. يعني هي لها صفة العلو حتى في حال انهزام وضعف المسلمين تجد الكلمة العليا لمين؟ لله سبحانه وتعالى وحده، ولم تؤثر فيها عوامل فهي عليا على أي حال من الأحوال. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه يعني عند نومه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة. ورد عن الصديق رضي الله عنه رد على الوفد الذين تلا عليهم سورة الروم فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك. سيدنا أبو بكر جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعل؟ قرأ عليهم سورة الروم. فراحوا سألوه الكلام اللي سمعناه الكلام الجميل ده كلامك انت ولا كلام مين؟ صاحبك يعني مين؟ سيدنا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ليس كلامي ولا كلام صاحبي. مال ده كلام مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى. اذا كل ما ذكرناه بأدلة تثبت اسناد صفة الكلام إلى الله تعالى في الدنيا
والآخرة. إيه الدليل العقلي على صفة الكلام؟ لو سألنا كده في دليل عقلي على وصفه تعالى بالتكلم أو بأنه متكلم؟ لازم أخش على العقل فيه يوم ولم حكيه. الحاجة الأولى أن في بعض الناس طلعوا كتاب الإمام النووي بيقولوا فينا كلام وما لحق. لا لا، هذا الكتاب باطل بالنسبة للإمام النووي، ليس صحيحا بالنسبة إليه، ليس موجود في مصنفات ولا في نووي إمام من أئمة الأشاعرة. كيف يخرج كتابا هذا كلام مكسوس؟ يعني في ناس نسبوه كده نسبة باطلة. أنا أتوقع الكاذبين. طيب الكلام الحج تنهى مولانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه قال الله عز وجل أنا عند ظن عبد بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وإذا الكلام كان بعد السكوت. لا لا التعل... هذا راجع إلى التعلق. إلى التعلق. يعني زي مثلا في إذا قام العبد في الصلاة كده يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد قال الرب. هل هنا قال الرب حادث؟ قال العبد ده حادث، وقال الرب إيه قديم، فالتعلق هنا. طب ما هو دي مولانا يتناسب مع لم يزل متكلم. أي هو لم يزل متكلم، لكن إذا قال إذا ذكر العبد هنا ظهر التعلق اللي هو النفس القديم. طب ولي ما نقولش إن هذا ذكره في الأزل، علم أنه سيذكره في هذا الوقت فذكره في الأزل. ثم هي ما فيش، أنا أتكلم على مش الكلام له تعلق. هذا التعلق التعلم دلالة. لا، في انواع، في دلاله وفي امر وفي نداء وفي طلب، في انواع كثيره حتاتي في الكلام، انما هذا راجع الى التعلق. هذا راجع للتعلق، انما الصفه قديمه. التعلق في حادث وفي تنجيد وفي قديم وفي امر وفي دلاله وفي طلب وفي نداء. طب ومعنى قول الاكابر ان الله لم يزل متكلما، يعني لم يزل ولسه احنا لم نشرح لسه في البدايه صفه الله. هناخد ثلاث اربع خمس دروس ان شاء الله، وبعد كده بعد ما نخلص مش يعني هناخد درس ثاني ان شاء الله في الاسبوع القادم او نهايتنا الاسبوع القادم الاحد والاربعاء، وبعد كده نتوقف بعد رمضان ان شاء الله. اذا عشنا ما عشناش يبقى خلاص. يعني هذا الكلام في الاخر ان شاء الله. هذا الكلام ما تسمع اليوم ولا مسوس؟ ها طبعا ولا اله يا مولانا. خلاص كده يا مولانا. اذا ايه الدليل العقلي؟ الدليل العقلي على انه ضد الكلام ايه؟ ها ايه ضد الكلام؟ الخرج او الافه او العي، وهذا نقص. فلو لم يكن صانع العالم سبحانه وتعالى متكلما للزم النقص وهو محال. هذه وجه الملازمة. يعني ايه اللي يخلي عدم الكلام نقص؟ انه تعالى ثبتت له صفة الحياة، وهي صفة زي ما قلنا مصححة وليست ايه لها تعلق. فكل حي اما متكلم او فيه ايه آفة، يعني علة. فالآفة إيه؟ نقص. فتبين من هذا أنه لما ننفي النقص يثبت إيه؟ الكمال، وهذا هو المطلوب. في دليل ثاني هو دليل نقلي، لكن يصح أن نجعله دليل نقلي بحجة إيه؟ عقلية. لما سيدنا موسى قال على العجل بتاع بني إسرائيل كده لما عبدوه إيه اللي قال إيه؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم، شوف كده الاستشهاد، لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا بسورة طه افلا يرون الا يرجع اليهم قولا، يعني يرجع لهم كلام. فدل على ان نفي رجوع القول نقص، مش كده؟ ونفي الكلام نقص، يعني استشهد سيدنا موسى على نقص العجل وعدم صلاحيته للألوهية بأنه غير متكلم لا يكلمه وأنه لا يرجع إليهم إيه قولا. فهذا يفيد إيه؟ أنه يضحد ما زعموا من ألوهية العجل بأقرب طريق، علاوة على سمات الحدوث.
وكذلك لم يقولوا يعني لعبد العجل ما قالوا لسيدنا موسى لو كان الله تعالى خد بالك من ذلك دي كمان فيها حجة عقلية مهمة. لما سيدنا موسى عاب عليهم وقال لهم العجل ده مش بيتكلم لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا، لو كان الإله رب العالمين سبحانه وتعالى غير متكلم كان واجهوا بني إسرائيل سيدنا موسى قال لهم هو ربك مش بيتكلم، لكنهم لم يقولوا هذا، فدل على إيه؟ على أنه تعالى متكلم. ثم يقال دليل عقلي ثاني، الرسل دول لو كان ربنا سبحانه وتعالى مش متكلم أمال الرسل دول جايين يعملوا ايه؟ الذين يبلغون رسالات الله، والرسالات هي عبارة عن ايه؟ عن كلام. الرسل بيبلغون ايه؟ كلام اللي هو الرسالات. فلو كان ربنا سبحانه وتعالى مش متكلم فأنا أقول لهم أمال ما فائدة أو ما هو عمل الرسل؟ ما هو إلا تبليغ رسالات الله، والرسالات عبارة عن تبليغ كلام المرسل. ألم يقل سبحانه وتعالى فلا أقسم في سورة الحاقة في آخرة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. هنا تحيرة يعني أسند القول ده إلى جبريل وليس إلى الله، هو قول مين؟ هو قول جبريل ولا قول رب العالمين؟ لكن انتبه أنه قال قول رسول، فهو يشير إلى أنه جاء يبلغ كلام من أرسله، ما دام اسند الى الرسول يعني مش بتاعه، يعني هو بيبلغ مش قال رسول. يبقى لما رسول يعني معناها لو كان كلامه يبقى كيف حيبقى رسول؟ يبقى حيتعارض هذا مع كونه رسول. ما دام انا رسول يبقى ربنا قال كده ما على الرسول الا البلاغ، يبقى معناها انت بس بلغ كلام من ارسلك. فلا يشتبه بعض المستشرقين يقول لك القران مره يقول قول الله ومرة يقول قول رسول كريم، ورسول كريم ده ايه؟ جبريل. ان ذي قوة عند ذي العرش انه فلا اقسم بكنس الجوار الكنس انه لقول رسول كريم اللي هو جبريل ذي قوة، فيعني معناها القرآن ده كلام جبريل. قل يا بني آدم افهم ده هو جبريل هنا رسول حيبلغ عن مين؟ عن من ارسله اللي هو الله سبحانه وتعالى. لما انا اجيب لك كلام كده خطاب ورسالة عريضة وتيجي تلومني اقول لك يا اخي انا مانع انا رسول، يبقى معناها كلمة انا رسول يعني هذا ليس كلامي وانما كلام مين؟ كلام من ارسلني. والمكذب خد بالك، المكذب بالكلام لو واحد كذب او انكر ان الله تعالى متصف، كل دي ادلة عقلية على انه تعالى متصف بالكلام، نقول له ده انت معنى كده لا تؤمن باي رساله، لان الرسالات كلها كلام، وما دام كذبت ان الله تعالى متكلم حتكذب ايه اللي بيبلغك الكلام، معناها كده. ومن انكر كون الباري سبحانه وتعالى متكلما فهو بالضروره ينكر تصور الرسول، يعني معناها حينكر الرسالة، يعني حيترتب على إنكار كون الحق سبحانه وتعالى متكلما إنكار الرسالة، لأن الرسول بيبلغ رسالة المرسل، ورسالة المرسل عبارة عن إيه؟ عن كلام. ومن زعم أنه إيه؟ رسول، لو واحد مثلا تعالى واحد قال أنا رسول لازم اللي أرسل به اداله رسالة يبلغني، فلو قال أنا رسول هذا الجبل، الجبل ده اللي أنا الجبل أرسلني، هل أحد يصغي إليه؟ لا. هل أحد يعترف به؟ لأنه الجبل مش هيقول له إيه شيء، إلا معناها لابد تكون رسالة إيه؟ كلام. ليه؟ للاعتقاد باستحالة الكلام والرسالة من الجبل. طالما في رسالة يبقى اللي أرسل ده حي متكلم سميع بصير عالم مريد، صح ولا غلط؟ نيجي عند مين؟
اخواننا المعتزلة قالوا ايه المعتزلة زي ما قلنا معاكم الكرامية والحشوية قالوا بانه تعالى متكلم ولكنهم نفوا الكلام اللي هو المعنى النفسي الازلي وما ثبت من كلام الله تعالى خالفوا في معناه فقالوا كده الكلام حروف واصوات يخلقها الله في محل ما امال تنسب كيف الى الله يعني معناها ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلي ايه الحديد ده يكلمني كده كيف ينسب الكلام وهو ليس من الله تعالى ولكن من محل او من شيء خلق الله تعالى فيه الكلام قالوا لانه لا يقدر الا الله تعالى على خلق الكلام في الجمادات فينسب الكلام الى الله خلقا لا على انه صفة من صفاته صفة ازلية قائمة به لانه لو كان متكلما حيبقى في تقديم وفي تاخير وفي حروف وفي اصوات وفي اطراس وفي مخارج وفي مشاكل كثيره وهو تعالى يتنزه عن ايه عن ذلك فجعل الكلام حروف واصوات يخلقها الله في محل وعلى هذا لا يكون الكلام عندهم الا حادثا مخلوقا ولا يقوم الكلام يعني معناها لا يكون الكلام قائم بذات الله تعالى لأنه حادث فمعنى كون الحق سبحانه وتعالى متكلما عند المعتزلة يعني خالق للكلام فكأنهم عندهم الكلام ده من متعلقات القدرة يعني كأن الكلام عندهم راجع إلى إيه؟ إلى القدرة وليس صفة مستقلة لأنه حادث يعني كأنه خلق الكلام خلق مثلا الإحراق خلق الموت خلق زي كده جعلوه من ايه من الممكنات من المحدثات وموجده يعني معنى متكلم انه خالق الكلام وموجده في الأجسام يعني اما يوجد الكلام في الشجرة فلما جاء سيدنا موسى فلما ايه اتاها يعني ايه اتى الشجرة فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور ايه نهرا عند الايه الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة نودي يعني النداء صدر منين من الشجرة نودي ان يا موسى يعني معناه خلق الله تعالى في الشجرة كلاما كما خلق الله تعالى في اللوح اللوح المحفوظ انه لا ايه انه لقران ايه كريم لا انه في اخر هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين في والله انه لقران مجيد في لوح يعني المكتوب في اللوح المحفوظ ده مش ازلي ده مخلوق خلقه الله تعالى فيه فزي ما ربنا كتب في اللوح المحفوظ كلام كتابه حروف واصوات كذلك خلق في الشجره ايه صوتا وكذلك جعل في قلب النبي كل المعاني فتكلم بها او معنى كلام الله تعالى عندهم عند مين عند المعتزل وما ذهب اليه المعتزل مخالف للعرف واللغة ومخالف لما عليه سلف الامة اذ المتكلم الموصوف بالكلام في اللغة هو من قام الكلام بنفسه لا من اوجده في غيره فاللغة لو كان اللغة تسمى من قام به الكلام هو المتكلم لا من أوجد الكلام في غيره لا يقال في اللغة المتكلم إلا من قام به الكلام لا من أوجده في غيره تعالى مثلا لو أنا كتبت لك خطبة كده وقلت لك كلمة الرئيس مثلا في حفل الإسراء والمعراج كنت هتقولها بالنيابة عن الرئيس ومع ذلك انت اللي قلتها وانت اللي قرأتها ومع ذلك تنتهي لمين للرئيس كلمة الرئيس التي ألقاها فلان وقد أجمع السلف والخلف من أهل السنة على أن كلم من الكلام لا من الكلم يعني في معنى الكلم اللي هو الجرح ما من أحد يكلم كلما يعني يجرح
لكن الكلام هنا مش من الايه من الكلم وانما من ايه من الكلام. وقال النحاس قد اجمع النحويون على ان الفعل اذا اكد منه النهي انه معناه اذا اكد الفعل بالمصدر وجب ان يكون على الحقيقه التي تعقل ولم يكن مجازا. يبقى باجماع اهل السنه هذا على ظاهره ان الله تعالى كلم موسى حقيقه كلاما سمعه بغير واسطه ولذلك اكد بالمصدر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في اخر سوره الشورى عمل ايه اسلوب حق كده معناها لا يمكن لبشر ان يكلمه الله الا بطريقه من الطرق دي. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او ايه او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. هذه هي الثلاثه دي مش انواع الوحي دي انواع الكلام لانه الوحي ده نوع من انواع الكلام مش الكلام نوع من انواع الوحي. وما كان لبشر ان يكلمه الله. والامام البخاري رد بحديث باب كلام الله والايه فيه على المعتزله التي نفت الكلام وعلى طائفتان قالوا ان الكلام كنايه عن الفعل والتكوين واستدلوا لهذا بقول العرب قلت بيدي هكذا يعني معناها في اللغه العربيه الاشاره كلام تعالى كده مثلا ايه فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا يعني ده كلام ده ومع ذلك لم ينطقه ولكنه ايه بالاشاره. وتسمى الكتابه كلام ومع ذلك ليس فيها ايه صوت. والاشاره في اللغه العربيه ايه كلام مثل لو قلت لك هكذا يعني اشرب هكذا انام. وحديث الجاريه كذلك سيدنا من حديث الجاريه ما تدخلناش مشكله كذلك. يبقى معناها قد تكون الاشاره كلام ولكنهم ايه في غفله. لما نقول احنا ايه قالت السماء فامطرت وقال الجدار هكذا مال لا يأتلف مع ما قال الانسان الذي يفهم منه الكلام لا الفعل. يعني ممكن احنا ننسب الكلام الى الجدار مثلا او الى زي ما في القران الكريم فوجد جدارا يريد. كيف الاراده تتعلق بايه ده مجاز يعني كون يعني يهوي إيه كانه ايه شيء حي وكانه له اراده ولكنه ده مجاز وليس ايه لكن لما نقول قال الانسان ده مجاز ولا حقيقه فلا يحمل الحقيقه على المجاز ولا المجاز على الايه الحقيقه. بل اقرب في تعريف الكلام انه نسبه بين مفردين قائمه بالمتكلم ويطلق الكلام على النظم اللساني المركب. شوف الكلام في اللغه العربيه له اطلاقان على النظم اللساني المركب من اصوات وحروف كما يطلق على المعنى القائم بالنفس. ولما ربنا سبحانه وتعالى تحدى المشركين مش تحداهم بايه باقصر ايه سوره سوره اذا التحدي في القران واقع بالسور مش بالايات. طب ليه ربنا ما يتحداهمش بايه؟ لانه الايه ممكن تكون كلمه واحده زي ايه مدهامتان. وهل الايه فيها هنا الكلمه فيها نظم فيها اعجاز؟ لا يكون الاعجاز الا في نظم والنظم لا يكون الا في كلام ما يكونش في كلمه واحده. فلذلك التحدي باقصر سوره زي انا اعطيناك الكوثر كم ايه ثلاث ايات وعشر كلمات انما ما فيش تحدي بايه لانه ممكن تكون الايه ايه كلمة واحدة. ولذلك قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا به بسورة ولم يقل فأتوا به بآية لأنه ممكن إيه آية زي مثلا مدهامتان يجيبوها مثلا يجيبوا كلمة إنما التحدي ما يكون به بنظم. فكأنه الكلام ده عبارة عن نظم والإعجاز في القرآن راجع مش للصفة القديمة ده مش ممكن ده لا يمكن استحالة إنما راجع ليه لنظم القرآن. يعني لا يستطيع هذا الأسلوب أن يأتي به بشر بهذا النظم وبهذا الإيه
وبهذا الإعجاز. واحد دخل في من فرنسا في الإسلام وكتب كتاب لماذا أسلم صديقي، بيقول يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. كلمة علق ثلاث حروف، علق خلق. قال لا يمكن نأتي بكلمة توضع من ثلاثة أحرف، توضع مكان كلمة علق، يعني شيل كلمة علق ونجيب كلمة أخرى. شوف اللغة العربية فيها مترادفات وفيها مشترك وفيها يعني قاموس واسع جدا، ومع ذلك يعجز البشر انه يرفعوا هذه الكلمة ويضعوا كلمة أخرى مكانها دون أن يختل النظم أو دون أن يضطرب السياق. رغم انه مثلا كلمة علق لها حوالي أكثر من 30 معنى، منها علقة، هي العلقة بالنظر. لو حطينا كلمة علقة المعنى صحيح، لكن النظم فين؟ فين الأسلوب؟ فين الرونق بتاع؟ فين الفوافل؟ لا يمكن. فاحتار قاعد يمكن سنتين وهو يجمع كلمة بس من ثلاث أحرف وتكون بنفس المعنى والسياق يكون واحد، والآخر لما يأس ولما فشل لم يجد إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رغم ثلاث حروف في شيء على حجم، يبقى هنا لفظ الكلام مشترك بين حاجتين، بين إيه؟ بين المعنى النفس الأزلي القائم بالذات الواجب، وبين ما ظهر منه في الوجود الخارجي أي الكلام اللفظي المنزل. فعندنا كلام لفظ، عندنا حروف وعندنا أصوات، ولذلك مين اللي يوصف بالإنزال أنه منزل؟ اللي نزل به جبريل إيه؟ هل نزل بالصفة النفسية القائلة؟ لا، نزل بالكلام إيه؟ اللفظي. وليس لأجل عندك كام إيه؟ لما تسمع كلمة الكلام في القرآن الكريم أو في الشرح هنا إذا لها إيه؟ كلمة مشترك يطلق على إيه؟ على معنيين. المعنى الأول الصفة الأزلية النفسية القائمة اللي ما فيهاش تقديم ولا تأخير ولا ترتيب، والمعنى الثاني الألفاظ اللي فيها تقديم وفيها تأخير وفيها ترتيب. إذا عندك يعني معناها في حاجتين، في كلام نفسي وفي كلام إيه؟ وفي كلام لفظي. وليس لأحد أصل في تركيبه أو وضعه أو تأليفه، رغم أنه هو كلام لفظي، واللفظ قلنا يستحيل نسبته إلى الله تعالى على الحقيقة، ومع ذلك ليس لأحد دخل في ترتيبه، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جبريل، ولكنه نزل إيه؟ به. وهو اسم يعني الكلام لماهية تلك الكلمات التي أنزلت بقطع النظر عن الوجودين النفس واللفظ في الوضع دون الاستعمال، وقد استعمل بمعنى العبارة كما في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ما معنى يسمعون كلام الله؟ أنت الآن لو سمعت مثلا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو سمعت المنشار، اللفظ والصوت والجمال ده كلام صوت القارئ، ولكن الكلام كلام مين؟ إذا عندما نطلقه هنا لو كنا نريد اللفظ والصوت حينتب لمين؟ حينتب للقارئ. إنما احنا نريد هنا في الحالة دي الكلام المنزل من عند الله، لأنه لا يمكن لما قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع تلاوة القرآن من رسول الله، ولا يسمع الكلام زي ما سمع سيدنا موسى، ده مش مستحيل هذا. يعني أنا الآن كده تعالى أقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الصوت صوتي ها، والحروف حروفي، والتقديم والتأخير مني، ويوصف احيانا يقول لك صوته جميل، صوته مثلا موسيقي، ده كله راجع للايه؟ للحروف الحادثة للمخلوقات. انما المعاني المنزلة منين؟ من عند الله سبحانه، وتفرق بين هذا وبين ذات. قال تعالى في قوله تعالى كلا انها كلمة هو قائلها، واستعمل بالمعنى النفسي، يعني في استعمالين، إما أن يكون المراد به المعنى النفسي، وإما أن يكون به
اللفظ ليه الكلام اللفظي الحادث وهو مدلول العبارة كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني القرآن الكريم أثبت لنا إنه الكلام على نوعين كلام نفسي وكلام إيه فين الكلام النفسي ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا هذه الجملة لولا يعذبنا هل نطقوا بألسنتهم هل قالوا اللام هل قالوا السين هل قالوا الحروف لا وإنما قالوها في أنفسهم بدون حرف وبدون إيه وبدون صوت ومع ذلك سماها الله تعالى إيه كلاما. في شاهد ثاني وآية ثاني فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا في نفسه. يعني هذه الجملة أنتم شر مكانا والله أعلم دي كلام إيه نفسي. يبدأ إيه ملأ العلاقة بين الكلام اللفظي والكلام النفسي أن الكلام اللفظي ده دال والثاني مدلول والثاني مدلول هذا يدل عليه ولكن ليس هو حقيقته وليس هو عينه وليس هو ذاته إنما ده دال والثاني مدلول. وعلى ذلك فإن الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي دلالة عقلية التزامية بحسب العرف إذ كل من أضيف له كلام لفظي دل عرفا على أن له كلاما نفسيا. أي واحد فينا له كلام لفظي يبقى بالعقل كده والعرف له كلام إيه؟ نفسي. ليه سيدنا عمر قال كده لما في السقيفة كان أعد كلمتين حلوين كده وحب إيه يقولهم عشان يفصل النزاع في المؤتمر بتاع البيع بتاع الخليفة الأول ولكن سبق مين سيدنا إيه أبو بكر فقال كنت قد زورت كلاما في نفسي لم ينطق به ولم يتكلم به ومع ذلك سماه كلام وهو في نفسه فقام أبو بكر فتكلم فما ترك كلمة كان يريد أن يقولها عمر إلا قالها فقال أنا كنت أعددت إيه كلام. فلما الإنسان يريد أن يعبر عن الكلام الذي في نفسه ماذا يفعل؟ يا إما يكتب يا إما يلفظ ينطق يا إما يشير. يبقى حقيقة الكلام مش هي اللفظ ولا هي الإشارة ولكن هي المعاني القائمة بالنفس. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا زي الكتابة وزي الأصوات وزي الحروف كلها تدل على الإيه؟ على المعاني النفسية. يبقى عندك دال وفي إيه؟ وفي مدلول. يبقى الحق سبحانه وتعالى أضاف كلامه اللي هو القرآن اللي أثبته في اللوح المحفوظ اللي قال عنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فدل التزاما على أن له تعالى كلاما نفسيا وهذا المراد بقولهم مدلول القرآن اللي هو الكلام النفسي قديم. وحتى نوفق بين الآيات يعني القرآن يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث كده وبعدين يقول لك كلام الله تعالى قديم. فلو أنا سألتك القرآن ده قديم ولا حادث إن قلت قديم خطأ وإن قلت حادث خطأ لازم تعمل إيه ماذا نريد بالقرآن؟ إذا أردنا المدلول اللي هو صدق قديم وإذا أردنا اللفظ المقدس إيه مش حروف وأصوات بننطق بها وتلاوتنا وكتابتنا حادثة إذا أردنا المدلول اللي قديم. ولذلك عشان العام مش هتفهم الكلام ده هقول لك ده كلام رب. وذلك لما سألوا الإمام أحمد لم يتكلم لا قال ما قديم ولا قال إيه أول ما سألوا القرآن ده الكلام الله ولا أزيد خوفا على فتنة مين العامة. لكن ينبغي في مقام التعليم أن يبين للناس إنما العوام في الزنبوري قدامهم كده سألوك القرآن كلام الله وسط بس ما تقولش حاجة ثانية لا تزد على هذا لأنك لو زدت مش هيفهم التفريق بين الدال وبين إيه وبين المدلول ويقع في أخطاء كثيرة.
يبقى لو كشف او كشف لنا من كلام الله تعالى ما كشف لسيدنا موسى وفهمنا منه طلب إقامة الصلاة مثلا لفهمنا ذلك من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ويحمل عليه قول السيدة عائشة، قالت سيدنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما بين دفتي المصحف كلام الله، ومن أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفر. خلاص كده، إلا إذا لم يرد به الصفة القائمة بذات الله بل أراد الألفاظ المكتوبة. وهذا معنى يصعب يعني عند الأشاعرة، يقول لك الحقيقة الكلام له صفة نفسية، إنما هذا إيه دل عليها. فلو أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله يعني أراد الصفة النفسية ولم يرد الألفاظ المكتوبة، ومثله من ينسب القرآن لغير الله يكفر. ده في مقام إيه؟ في مقام التعليم. فالقرآن من عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكننا نفرق بين التلاوة والمتلو، وبين اللفظ والملفوظ، وبين القراءة والمقروء. فالقراءة إيه؟ حادثة، والتلاوة حادثة، والألفاظ حادثة، ولكن المتلو والمقروء قديم. التلاوة أو الألفاظ دالة عليه، وليست هي نفسها حقيقة مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الطحاوي من سمعها، يعني سمع آيات القرآن، فزعم أنها كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تعالى وتوعده بسقر لما قال إيه إن هذا إلا قول إيه البشر. الوليد بن المغيرة قال تعالى سأصليه سقر، وتوعده الله تعالى بها عندما قال هذه العبارة. ولا شك في وجود معنى قائم بنا نجده من أنفسنا عند التعبير والإشارة والكتابة يسمى كلاما. وبدهي أن هذا المعنى ليس هو الإرادة، لأننا نأمر أحيانا بما لا نريد. ليس هو العلم، لأننا نخبر عن غير معلوم. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه قلت بيني وبين نفسي فأين لهم تعرف البلاد، وذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون من أمن حين يلقى الإسلام يلقي بجيرانه إلى الأرض، ومن مظاهره ارتحال الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. إذا الدلالة والأمر غير إيه الكلام النفسي. فالكلام النفسي الذي يجريه الإنسان على قلبه المعاني، والألفاظ لدلالتها على ذلك تسمى كلاما من باب تسمية الدال باسم الايه باسم المدلول. فالكلام ما ينطق به المتكلم وهو مستقر في نفسه، كما في حديث سيدنا عمر رضي الله عنه في السقيفة اللي قلناه كنت زورت كلاما في نفسي، وكما في قول الشاعر لا يعجبنك من أمير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد إنما جعل اللسان على الفؤاد. لكن لا يفهم من كلامنا هذا تشبيه كلامنا النفسي. احنا عايزين نقرب المعنى، مش معنى كده انه بنشبه كلامنا النفسي بكلام الله تعالى في الكون، يعني في الحقيقة. إذ تعالى ربنا سبحانه وتعالى أن يكون له شريك أو شبيه في ذاته أو صفاته أو في أفعاله. خلاصة ما في الكلام أن ما قرره الأشاعرة من الكلام النفسي والكلام اللفظي ده معناه إيه؟ مذهب حواري في الرد على كلام مين؟ على كلام المعتزلة. إنما الحقيقة أصعب وأكبر من أن نصل إليها بأفهامنا أو بعقولنا. فاحنا نقف هنا عند الفرق بين، عشان الكلام يحتاج الى اعادة مرة اخرى، عند الكلام عند الفرق بين الكلام النفسي وبين الكلام اللفظي. خلاص كده.
عند الدرس القادم اللي هو يوم الايه الاحد ان شاء الله حيكون هنا من بداية النقطة الكلام النفسي والكلام الايه اللفظي. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على جمالاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.